وليد درياس. الخمسة ثمانية دقائق على اي اف ام احلى راديو، هذه راسين كاري جونيور، جيكم من توا حتى للسبعة متاع العشية. مرحبا بكم الناس اللي تسمعوا فينا داخل او خارج حدود الوطن، وين ما كنتوا ولا تتفرجوا فينا على الباج فيسبوك وعلى عشان اي اف ام تي في على اليوتيوب. نحب نقول لكم تحية خاصة وتحية بنينة، مجموعة وثلة من الأطفال اللي مشايحين لريخي ومواصلين المغامرة والرحلة في راسين كاري جونيور. فرحان برشا ان تكون معايا شموسة، مساء النور، عسلامة. يطلع لي شوي فيك الصوت كالعادة، عسلامة صاحي تكيك يا مهدوش. عسلامة يا مهدوش، اش بيك جيت مأخر يا مهدوش؟ ان شاء الله نعملوا برشا، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ان شاء الله سؤالات ثقافية، وان شاء الله تجاوبوا برشا اجوبة ثقافية. تريبيا اي لله شيرين العظيمة والجميلة. عسلامة يا شيرين. عسلامة نور صفا اون فورم، بجيو بالجمعة ذاية قريت دروسك بالعربية. مالا جيكم الجماعة هذه قلوبكم باش ناكلها يا معلم ريان الشيف ابن الشيف. تحية يا ريان. تحية لي الملوخية كيفاش تطيب يا ريان؟ عسلامة الناس الكل. اي والملوخية، الملوخية كيفاش تطيب؟ ما زدت مع تم بعد صحي تم بعد. يوسف وعندي يوسف واحد اخر نبدا به، خاطر هو جديد ومازال يرعش بالكرسي وإذا في بيلو في المانيج. يا يوسف عسلام. عسلامة صحي. فرحان اللي انت معنا في راسين كاري جونيور اول مرة. علاش تعيط؟ طيح شوي في الفوليوم، اعطيني هكا بوزة. اوكي فرحان انك تكون معنا في راسين كاري جونيور. اي انت تحب الفرنسي ولا العربي؟ الفرنسي. ايكول بريفي ولا ايكول ايتاتيك انت؟ ايكول بريفي. يا عيني يا عيني يا عيني. يوسف الدرير المشاكس والمقعار مقعار الجروب. عسلامه يوسف. لاباس. مساء النور. مساء النور. عندك اربعة بريفي الجمعة ذي. ايه اربعة. يلا تنطلق الرحلة في راسين كاري جونيور. جونيور. اه قول شبيك يا شيرين، بدينا باللي ريكلاماسيون. تفضل. الكاس ما يخدمش بالكدا. يا عيني ولا ذي مش ريكلاماسيون، ذي فضيحه. لا شو نعمل؟ نشيل الكاس كيما جاي نشيلو الكاس اللي كنتي سبيسيال وروز زاد ناخذ لك روز بابا. يا عيني على الجو. اي وانت زاد تفضل يوسف. الكاس محطوط فيه برشا فوليوم. اه معناها سيد مخرج. سيد مخرج قولوا له تعال لك في الفوليوم. حاضر تفضل. هاي ريكلامي وتفضل. بربي تيراميسو ما حكينا عليه الجمعه اللي فاتت. اي اي شيرين فمر. شيرين قالت باش تجيبوا مامات امها قالت باش طيب لنا تيراميسو الجمعه اللي فاتت تجيب لنا ناكلوا. ما جبتوش ما كوفر فيه خاطر ما كوفر فيه خاطر هاني انا جبت قبيله. اي اما جمعت سبور ماكس كليو خاصه كاسامه السلامي. يا رم يا خويا يا رم كالشيخ. اي معناها ما جبتناش تيراميسو تاع الجمعه اللي فاتت كليو الاخرين. ان شاء الله يجيبونا فطاير الجمعه هذه مثال نعملوا لنا نيدي. هاي تفضل. هاي وين زيد تنجيب ماكله؟ شنو تحب تجيب انت؟ شفترت ساعه اليوم هاي كي تحب تجيب الماكله دار مخميخ شنو تفطر؟ القايله. هاي مقرونه حمراء. مقرونه بها. باش نبدا لك بالسؤال انت تو باش نشويك. مش انا ابدا بيا. نبدا بالبنات. بيت تحبوا سؤال سهل ولا صعيب؟ سهل 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 ولا صعيب؟ عربي ولا سوري؟ عربي سوري. عربي. أول حاجة باش نعملوا مراجعة صغيرة. عيد الجلاء وقتاش؟ نعرفوا 15 اكتوبر. كليتو تريح كذا وقت. 15 اكتوبر. لا والله انا امي قالت لي صحيتك اما اتو نزيد هي وبويا وجدي قالوا لي اتو نزيد ونحضر حاجه اخرى ما نتعاقبش خاطر نخلط. عاد 15 اكتوبر عيد الجلاء هو بدا من عام 1963. صحيت. كنا نزيد. اي عيد الجلاء. انا ما وباش يهمهم فيه. ما وباش بهم؟ شهمهم في لا انا واختي خاطر شفيها فرنسا باش تخرج من تونس. من تونس. اي شفيها. اي والله ما فيها شيء خاطر احنا كنا مستعمرين قبل. هو عيد وزاد اليوم. اليوم 17 اكتوبر هو النهار اللي وافق الاحتفال منظمه الامم المتحده باليوم العالمي للقضاء على الفقر. واش قال لك شي يهمنا فيهم؟ الليدات الكل يوسف قال لك اليوم شي يهمنا فيهم. صحيح ولا هالوين يهمنا فيه. وزاد اليوم فوالا كيما الحصه اللي نرجع عليها هالوين عاده باش نرجع للجو هذاك. نحن يهمنا في كل شيء كل شيء قد كليت تريحة انت دارك. لا والله ليه. شيرين متوازن. عيد الجلاء وقتيه 15 اكتوبر. عيد الاستقلال وقتاش؟ فيسا لو 20 شنو؟ اكتوبر. اه 20
مارس مارس ما نعيطوش في الميغا 1900 قديش فيسا فيسا 1956 صحيت يا مادوش باه شكون الرئيس الاول ذم مراجعه راهو نتاع ذم مراجعه باش نكتب مسيو الجمعه شكون الرئيس الاول الجمهورية التونسية حبيب بورقيبة صحيت اي سيدي باش نبداو بالسؤال الاولاني مغرومين بالضوء وال لا 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 شكون شاف مرة بوي بدل في أنبوبة في الدار أنا ديما أنا 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 سيد المخرج فعيد أنا بويا ما يعرف عليني ريل أنا ديما أنا بويا ديما 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 أمبيب شيرين أنت ما نتصورش الحقيقة ما ميساش قول ريت بابا مرة يبدل في أنبوبة أي ها أي باه أنا بابا تشريت برشا مرة ديما ريقل باه ها يوسف هاي قولي انا با مرة كوبا تكسرت بتاع باب اختي ريقلها ومرة انبوبة تكسرت ريقلها ومرة انبوبة تكسرت ريقلها ومرة انبوبة تكسرت ريقلها الحمد لله ثلاثة مرات انبوبة تكسرت ريقلها باش شنو الجملة اللي تسمع ديجا بايقد في الانبوبة شنو الجمل اللي تسمعوهم يقولوهم كي يبدا يبدل في الانبوبة رد بالك تمثل رد بالك المثل اللي تعلم رد بالك تحل الضوء خاطر هي تحل الضوء رد بالك تحل الضوء ما يمكنش يضربني الضوء صحيت شد لي الكرسي عايش بنتي شد الكرسي عايش بنتي هذا خلود تقول لك هكا خلود مبروك تحيه بابا يوسف ورد بالك تطيحني رد بالك تطيحني باه شنو ما المواد اللي عدي والضوء شنو هو ميوي سي كوا شنو اللي ما بالفرنسي لازم ترجم لي لكم كرينين لكم كتاب انا ما المواد شنو المواد اللي هما لي ما ماتير ريو ماتيريو ماتيريو اللي هما الماتيريو اي يا عمي وليد اللي ما يعديوش الضوء معناها كي يبدا فيهم الضوء كي نمسوهم ما يصير لنا شيء وشنو ما اللي كي نمسوهم يضربنا الضوء يا عمي وليد علاش باش تدوخ انت ها شبيك قول يضربنا الضوء نمسو الكابل هو محطوط في البريز كنا نمسو في الكابل وهو محطوط في البريز ما يصير حاجه معناها العازل الكهربي معناها الكهرباء لكن نمسو ونحطو يدينا في الضوء الماء كي نمسوه مثلا نحط يدينا تحت الماء باش نشوف الضوء مهدوش قول كهرباء كهرباء شنو هما الحاجات اللي كي نمسوه الخشب كي مو خاطر في الخشب يعدي الضوء ولا ما يعديش الضوء الحديد يعدي خولو بنت خولو خولو المرجع بجيب امك انا نعمل لها امتحانات هذوما تغلبني لا محاله قول شنو هما الحاجات اللي كي نمسوه ما يعديش الضوء البلاستيك يعدي الضوء لا لا اللوح يعدي الضوء لا اسمعني لا الحديد يعدي عمي وليد الفلس اللي نطفيو بهم ونشعلو بهم هذوك ما يعديو الضوء ما يعديو هذوك كي تحل بشوي شيري كي تبدا يديك مبلوله الحديد يعدي الضوء بشوي لا ها لا يعدي الضوء ولا الحديد لا اي يعدي مرة عملنا الدارة الكهربائية باه النحاس شيرين النحاس يعدي الضوء النحاس النحاس هو الكابلويت ليه النحاس كويفغ وتعرفوا بالفرنسي كويفغ اي نعرف يعدي لا مصنوعين خام زيد خام سيدي اي يعدي ها يعدي ما سيدي انت لحظة ما نتكلموش مع بعضنا ما قلنا ما نحكيوش مع بعض اي باه ذهب باي لا ايه عادي 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 ذب ذب وتفضل عادي يا مهدي شبيك اليوم به الماء يعدي الضوء ولا لا 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 انا فما تجربه نعرفها تاع ما عرفش نخش ترتيحه صغيره مع البيب انا توا وباش نرجع لكم باش نعملوا حوصله شمعنا حوصله عرفكم جيت سيور يا ترتيحه صغيره مع البيب سيكاري جونيور وليد دلياس 15 دقيقة على يفهم أحلى راديو مازلنا مواصلين معكم حتى للسبعة متاع العشية 120 دقيقة مع الأطفال والبراءة والجمال عندي زوز جميلات مي برانسيس فهمتوها مي برانسيس ميرسي
حكاية بالفرنسي ما تفهموهاش والله ما نعرف والله العظيم حتى من الحرف بالفرنسي ما تفهموش وش تعرفها نعرف نعرف نكرم مش ديما ما تكلموش مع بعض باه باش نرجعوا لحكاية الفرنسي تنقوا فيها حل ميساج من بعد كي ما يجاوبوش تنقول لك فيهم كيفاه الفرنسي باه المواد اللي ما يعديوش الضوء نسميوهم مواد العازل المواد العازل العازل والمواد اللي تعدي الضوء ناقلة مواد ناقلة الكهرباء المواد العازلة هي الخشب خشب البلاستيك الحديد لا الحديد يعدي الورق ما يعديش البلار القطن زيد القطن ما يعديش القماش ما يعديش اللي يعديه توا الذهب جسم الانسان الذهب الفضه انواع الحديد الكل نحاس والخ جسم الانسان اي شبيه يعدي الضوء يمسك يمس الضوء يمسك انت يعدي لك الضوء اي والماء كي تبدا يديك مبلوله تحطها في فلسه تاع الضوء الماء اللي يبدا فيه الكلوريد دو صوديوم اللي معناها الماء الخال من الاملاح المعدنيه ما عادش هو اللي فيه الاملاح المعدنيه عاد الماء اللي فيه الاملاح المعدنيه هو اللي يعدي الضوء يا سيدي شكون مغروم بالحوت حوت في اللي قال العلم قريته على السمكه قريت يوسف قريت على السمكه في اللي قال العلمي اي بالفرنسي اما انا ديما كي بان راب يجي باش يصطاد يقول له اما نهزني معاه كمان اي وشنو يوريك في الحوطه بابا كي يهزك معاه مره شديت وحدي ورقه اسمع سي ورقه ولا ده ولا ورقة اسمع زوين فين بحر في الزهرة وشديت الزهرة زهرة ورقة في البحر سيد مخرج فما ورقة في الزهرة في قليبيا في قليبيا اه في قليبيا في وسطها زهرة متاع قليبيا شديت كعبة ورقة اي وشديت حوتة تنقز يا اخي هربت لي شكون يعرف السمكة كيفاش تتنفس الغلاصم اللي بدأوا يتحركوا شوية خلينا نشوف البنات خلاص خلينا نشوف الفرنسي لحظة مرة في السنة رابعة لحظة ريان ما قلنا ما نتكلموش بعض هذا سوزن يبنى هكا تتنفس بيه شو اسمهم هذوك؟ اوكي اكم وحلو اكم وحلو شيرين شو اسمهم ال ما نعرفش بالكل وحلو والله وحلو خلينا نعاونوهم شوية البواسون باش تتنفس بالغلاص اي تعرف كيف تتنفس الحوتة ولا ايه؟ ما هو تتحرك الواحدة باه ال 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 الماء كي يدخل في فم الحوتة هكا ولا ايه؟ شنو يصير؟ قول لي يوسف ها؟ يعاود يخرج لها من الواحد بتاعها من الكو بتاعها من الكو تحولوا للأكو يخرج مكان الجنب ما تعرفش الغلاص باه نحكي لكم شوية على الغلاص هي عملية التنفس الغلصمي الخياشيم هذم تستعملهم السمكة باش تبدل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون مع بيئتها وقت اللي تبدأ السمكة تعوم ولا حتى كي تبدأ واقفة في الماء يدخل من فمها وتخرج من الغلاصم اللي هما بالفرنسية
لي برونشي وكيجي الماء ويمس الخياشيم يتحرك الاكسجين بسهوله من الماء. يلزمنا نخطس ونطلعوا في ما كانش نفس بشكل تاعنا. اش مدخلك انت؟ انت حوطه حورية بحر. ورا حورية بحر نحكيو على الحوطه احنا تو. انت شنو مدخلك؟ انت كي تعوم انت تعوم ولا الحوطه تعوم؟ الحوطه تعوم. انت تنفس تحت الماء؟ اي انت تنفس تحت الماء. جا ربي كيفاش تنفس تحت الماء سي يوسف؟ نقعد جد النفس نتاعي ونسيبو فما دورات دي بول يخرجوا لي معلم وقاقيع يخرجوا لي من خشمه. اقنعت به الخلاصه. باش نعطيكم خلاصه. كيما الشهيق عند الانسان يتحل الفم السمكه ويدخل الماء ويتسكر الغشاء الغلصمي، وكيما الزفير يتسكر فم السمكه ويتحل الغشاء الغلصمي. دونك شهيق زفير تجبد فمها وتخرج بالخياشيم نتاعها. اتفقنا؟ معناها نعملوا لها مراجعه الجمعه الجايه هذايا. وما يقراوها لكمش في ليكول فرونسيز بالفرنسي. لا 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 بالحق ما تقراوش. تقراوا ايقاظ علمي. شنو ايقاظ علمي؟ ايقاظ علمي سيونس ناتوريل. اس في تي هو اللي هو يمثل العلم الحي والفيزياء. علم الحي والفيزياء. اي اس في تي ما قريتوش على البواسون على الضفدع؟ احنا قريناه. احنا بدينا الاس في تي سيت اني اما لي زاني دافون في بريمير نعملوا سيونس اما ما نتفكرش قرينا على لي بواسون. حتى نحن نقراو سيونس وما قريتوش على لي بواسون. ريت يوسف دريره وينك عاد ساكت هكاك قاعد يقول لي يوسف الحق هذه احنا في السيونس نقراوش على البواسون نقراو في المتر والديسيمتر. عمرنا سيونس مات هذاك مات هذاك. خلي كمل لحظه فسر لي كيفاش انت معلم في المتر والديسيمتر. المتر والديسيمتر مات هذاك مش سيونس. باهي في المتر احنا نقراو يا خويا. باش نقطعنا من السيونس. شنو هي اكثر لعبه هبطوها على تليفونات بين 2010 و2019؟ كل واحد يجاوب. مهدي نقول فري فاير. فري فاير. عندي شاموس. لحظه برك شاموس. شنو هي؟ انا ما نلعبش برشا لعب. خي تيك توك. تيك توك 2018 تاسست اي بين 2010 و2019. البا البار. شنو البار؟ تروح فوت البا لعبه لقيتها اللعبه اذا لي فورتنايت ما نعرفش ليه فورتنايت. شوي ما تكلموش مع بعض. ما تكلموش مع بعضنا يا يوسف. لعبه شنو اللعبه اللي هبطت اللي يلعبوا فيها اللي فيها دي هذاك فما دي بيون احمر ليدو هذيك ليدو كينغ. باهي ليدو. اه يوسف ما نعرفش. تعرف حتى لعبه في التليفون؟ كان نعرفش علاش باش تكسروا استوديو انتم؟ علاش تكسروا استوديو ونروحوا احنا الناس الكل معناها؟ سابوي هاك هي اكثر لعبه. من بعدها تجي في المرتبه الثانيه كاندي كراش. كاندي كراش. في المرتبه الثالثه تامبل ران. تامبل ران تو. تو المرتبه الرابعه نلقاو ماي تولكينج توم. انجيلا توم. الخامسه كلاش اوف كلانز. فما كلانز وفما تايتنز وزاد فما كلاش. وانا ما تسالوني على حتى لعبه خاطر ما نعرف حتى واحده فيهم. انا وقفت في الزربوط وتصاور شويه بيس. صدقوني عباره تحكيوا لي على الشنوة. اما المعده حطيت لي سؤال خريته لكم تو سامبلومون عطيتكم الاجوبه وانا ناقف في الزربوط شويه تصاور. تعرفوا لعبه تصاور؟ شكون يعرف لعبه تصاور؟ انا 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 اكل مراكب. ربي تعرف لعبه تصاور؟ انا لعبه تصاور. لعبة تتصور اللي فيها الوجه هذاك يعمل ان انيمال كلش عليك في الاسباس كلش وي في اي بلاصه. بوك يعرف لعبة تتصور. لعبة تتصور اللي
يحطوا لك تصويره وانت لازمك تعرف شنو لازمك تركبها. لا بوزل بوزل هاي شنو هذيك اللي فما فما لعبه ما نعرفش كيف هي يلعبوها اوكي فيها حلوه فيها حلوه لازمك كاندي كراش كاندي كراش لعبة تتساور احنا كي كنا صغار قدكم انتم تلعبوا انتم بنت ولد لا ما نعرفوش تتساور في غارسون نمشيو نشريو تتساور نتاع حيوانات يبداو كل كرتون مربعات صغار وتحطوهم في كرتون لا ونحطوهم فوق العتبه لحظه خمس كرتون شنو هي عتبه؟ عتبه تاع الدار درجه 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 تاع الدار درجه واحده قدام الديار قبل كانت فما درجه نحطوهم فوق الدرجه نقلبوهم ونهبطوا ننفخوا تحت التصويره اللي يقلب التصويره ذاك ربح يهز التصويره يروح بها شنو؟ شنو اللعبه هذيا؟ اي لا لا لعبه نتاع لعبه نتاع فقر معناها التصويره دخلكم انتم باهي لعبة أخرى اللي هي الزربوط خاطر قبل ما كانش عندكم التكنولوجي والايفون لعبة الزربوط ما عرفتش ما عرفتش لعبة الزربوط هذيك اللي هي لعبة الزربوط فما واحد فما واحدة عنده زربوت في التليفون فما واحدين أخرين يلعبوا معاه مش في التليفون في يا بنتي وقتها لا ما عندهمش ما في القرن عشرين في القرن عشرين وقتها ما عندهم تليفون لعبة الزربوت يعملوا زربوت وحدهم في فيهم كله ويعملوا خيط يعملوا خيط ويعملوا زربوت هكا ويعملوا نقبة صحيت هذاك برافو ويسيبوها هكا صحيت عندي منها في الدار مات ها تعرف لعبة زربوت؟ بلاب اي نعرفها بلاب شو نقول لك حاجة راهي الفري فاير راهي ما نتكلموش مع بعض اللي تعمل هكا ثم اللي يقدوا بالخيط وتهبط هذاك هو يو يو شو قلت يو يو راي الفري فاير دمرت الشعب التونسي كامل كيفاش دمرت الشعب التونسي راي لعبه مخترة مخترة ضيعك على قرايتك لعبه ادمان كيفاش ترى معناتها تقعد تلعب فيها ديما 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 معناتها لا تقرا لحد شيء تقعد ديما ادمان ادمان لعبة معناها انت تنصحهم ما يلعبوش اللعبه هذه انا عمري ما لعبت خايبه على الاخر انا عمري ما لعبت ما لعبتش شيرين ما تلعبوش انتم اللعبه هذوما انتم يلعبوا باربي هما باربي لا ما نلعبوش باربي شنو اللعبه اللي تلعبوهم لا تيك توك تيك توك تويتر لا تويتر هذيك لعبه فيسبوك صابوي سيرف انا نعرف شنو نلعب انا نلعب ديما تيك توك انا نتفرج في يوتيوب ولعبت نلعب نعرفش نلعب روبلوكس نقول لك عطينا نلعب روبلوكس يزينا من لعب تو خلينا نرجع شويه ثقافه باهي ها شكون يعرف البحورات اللي عندنا في العالم البحر الابيض بحر الابيض المتوسط البحر الابيض المتوسط البحر تو الاولاد ما عادش نحب نسمع صوتكم جمله عليه خلينا نشوف البنات شنو منك الفرنسي سيدي امان لا البحر هذا شنو سيدي انت هذا سيدي في المدرسه سيدي في المدرسه هو بريفي معناها ما يمشي هو فما بحر الميت صحيت معلم معلم علاش سميناه البحر الميت؟ خاطر فما ناس عموا فيه ماتوا ماتوا خاطر فما ناس عموا فيه وماتوا خاطر حزين على البحر الاسود خاطر حزين على البحر خاطر فيها خاطر فيها ما نعرفش المعلومه خاطر فيه ديروكا خاطر فيه ديروكا البحر الميت خاطر فيه ديروكا او يقتلوا العباد شيرين ما عندكش عندك خاطر دونجورو خاطر دونجورو معناه خطير على ذاك سماه البحر الميت انا نقول على خاطر فيه برشا قروشه فيه برشا قروشه شنو هو قروشة جمع شنو هذي؟ معناها دي روكان شو ها؟ دي روكان لا آه. قرش جمع قرش معناها جمع قرش به انا مش نقول لكم علاش سماوه البحر الميت علاه؟ خاطر ماتوا فيه هو اسمه على شي جسمه هو البحر الميت خاطر سمك على خاطر مالح برشا صح لدرجة انه الحيوانات والنباتات ما ينجموش يعيشوا فيه يتنفسوا دونك ديجا اسمه على جسمه معناه ما فيهش كائنات حي. تعيش فيها هذاك علاش ما فيهش حياة حتى دونك تسمى البحر الميت قبل سماوه برشا اسامي اخرين كيما بحيرة الملح البحر الميت هو عبارة على بحيرة مسكرة على روحها ويجيها الماء من نهر الاردن هي الموجود في بلد وين موجود نهر الاردن نهر الاردن وين موجود اردن كيفاش نهر الاردن موجود في الاردن توا ذا كيف فسروا لي ترى
خاطر اسمه نهر الأردن معناه موجود في الأردن؟ لا صحيح. اي علاش ما فسر ليه؟ خاطر معناتها على خاطر هو محطوط في تونس معناه هو تبع الأردن. صحيح صحيح. يجي من الـ من الـ من الـ من الأردن وعنده روافد أخرى موجودة في بلدان قريبة كما لبنان وفلسطين. دونك على ذلك سماوه البحر الميت خاطر ما فيهش حياة، ما فماش لنباتات تطلع فيه ولا فيه حيوانات تنجم تعيش في درجة الملوحة هذيك. على ذلك سميناه البحر الميت لأنه ما فيهش حياة، وأي حاجة ما فيهش حياة تسمى ميتة. وزيدها حتى من العبيد ما ينجموش يعيشوا فيه، ما ينجموش يعوموا برشا. نسبة الملوحة فيه عمي وليد مادام نجبدنا على الأردن مادام شكون يعرف عاصمتها؟ أنا نعرفها. قول لكم شو عاصمتها؟ شنو هي عاصمتها؟ عاصمتها عمان. عمان عمان ولا عمان؟ عمان 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 عمان. به شكون يعرف نسبة الملوحة اللي موجودة في البحر الميت؟ 78%. غلط. 100% 90%. اوه جوابك الحقيقة غلط. ها 95. 95% غلط. 50. اعطي نمرة، اعطي نمرة. 50%. دقز مثال. دقز. ها 50 60 قول اي نمرة. 60 70 في غلط. 60. 50 غلط. 4. ها 55. خمسة؟ 55. 55؟ منين عرفتها 55؟ شكون قالها لك؟ خاطرها صحيحة. شكون قالها لك 55؟ صحيحة؟ ها؟ في بالك شبه صحيحة؟ هو منين جبت أنت المعلومة؟ جبتها من مخي. هكاك من راسك؟ هاي قلت الشيرين حتى أنا يعمل لي، حتى أنا قبيلة يعمل لي كود بتاع تليفوني واحد واحد. من مخ هو؟ هو قال 50 وأنا زدتها 5 يا أخي وليت 55. يا أخي ولات صحيحة. أما هي غالطة خاطر 34%. أوه برشا ذي معناها 34. إيه يا ما مقعطيتش خويا معناها يا أخيش برشا معناها ذي برشا 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 يعني أكثر بريس البحر الأبيض متوسط قديش؟ يعني أكثر من 8 و9 مرات ملوحة من المحيطات وال قديش البحر الأبيض متوسط؟ ما نعرفش أكثر من الدرجة اللي أقل بيها. معناها نحكيو على نجم تعيش في بلاصه ما لازمهاش تتجاوز معناها 10% كيكا ما تتجاوزش اقل. انت البير اللي نشربوا منه نسبه الملوحه تكون بين 3.5 2 معناها ما لازمهاش توصل للخمسه. كي تفوت الخمسه ديجا ما عادش نجموا نشربوا منه. يقول لك الميل ميل حتى يسقيوا به النباتات، النباتات تموت. شجره الزيتون ولا تكون هكا النباتات ولا ها؟ شنو هكاك صحي حتى من شجره. اما جاوبتوا وما طلعتوا اللي هو البحر الميت. هو البحر الميت. به شنو هي الماكله تحبوها برشا انتوما؟ هذا ماكله انتوما تحبوها شنو شنو؟ ما سالت السؤال انا شنو اللي شنو تحبوها؟ ماكله شنو ماكله؟ شنو هي الماكله اللي اخترعوها بالصدفه؟ مالحه ولا؟ هي تجي مالحه وتجيب الجبن وتجيب كريب. ها؟ كريب. خليني نكمل السؤال. شنو هي الماكله اللي اخترعوها بالصدفه 1853 كيفاش بالصدفه؟ واللي حبوها الصغار برشا. بيتزا. تشري من البر جلاس 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 تبدا امبالي في شكاره. عرفتها. شنو هي؟ تو عرفتها تو مالك مقلوب مش مقلوبه ملفوف ملفوف ليه شنو شيري؟ بيتزا شوكولاته تبدا في شكاره مسكره. شو سكره؟ بدينا بالحرف الاول باتيس فيها ملح فيها ملح. ايه بدينا في الحرف تحبوها برشا بدينا حرف. أعطي حليب. باش نعطيكم آخر هانديس ما تطلعوهاش معناها تعرف شنو نمشيو نروحو نسكروا الحلقة وتتقرمش. شيبس. صحيح. أي شيبس. لا عادة هذي. شوكولاتة هكا وأنت طلعتها 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 في الآخر ما طلعتهاش. خاطر سيدي. على خاطر قلت فما فيها فخوماج ما فما شيبس ما فيهاش فخوماج. فما شيبس فيها فخوماج. فخوماج باللون بلاج. شوي ها؟ في اللون بلاج شبيهم جبن الكل لا 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 سمى البابريكا
فما لي بالهريسه انا جبن ما نحبوش ما نحبوش فما لي بالهريسه فما بابريكا ربي لحظه لا تكلم يوسف دوريتوس زيد نحب دوريتوس فما لي دوريتوس شويه ما نتكلموش مع بعضنا اي فما لي بالهريسه فما لي بال بيش باللونيون باللونيون فما لي بالفريز باش كون يعرف شكون الطباخ اللي اخترع الشيبس اخترع هو بالصدفة معناه اختار مش شيف دالي معناه الولد ايه يا ما يجي يشري لك شيبس مش هيرا مش ديما خاطر مضر مش باهي برشا أيوة بدنا بالحرف بدنا مش مضر باهي شيبس بدنا بالحرف بالحرف شنو علاش تعيط انت علاش تعيط انا نحب نفهم حاجه تو باش نركز معاك انت علاش تعيط نحب العياط ها نحب العياط ما نعرفش شنو موخرك على الميكرو برشا باهي يا سيدي اعطينا انديس انديس بدينا بالحرف حرف حرف ولا بالفرنسي تو كي باش نعطيك الحرف باش طلعوا شكون اللي اخترع الشيبس يظهر لي خاطر انا تعرفوا باش نعطيك الاسم الاولاني هاي جورج 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 واشنطن واشنطن لي جورج جورج ميسي جورج ميسي جورج لي جورج انا جورج سيفيلا جورج كرام السيد هذا عاش بين 1824 و 1914 هو كان أسود البشرة وبما أنه في أمريكا كانوا يعانيوا من الراسيزم صحيح الراسيزم العنصرية تعرف شنو هو الراسيزم أي نعرف ها؟ نعرف تريبيا شنو بالعربي الراسيزم ما نعرفش به العنصري نداء بربي انتو ما لازمكم تدخلوا تعملوا برشا دروس بالعربي أكاديمية العربية أو لا 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 العربي مش يدخلوا الكتاب مش يدخلوا الكتاب عقلك عملتو شنو عقلك عملتو بربي لحظة شنو هي عقلك عملتو شنو عقلك عملتو شايف 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 خنف ايه العربي نكره لا لغة بلادك هذيك لغة بلادك لا لغة بلادك هي العربية أصعب من الصيني وأصعب معناتها هي أصعب لغة ما يجيش لا شنو اللي ما يجيش أصعب ما يجيش حتى كان أنت في 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 روحك تحب بشوية الفرنسي ولا لغة أخرى أكثر من عربي متوازن على القليلة تتكلم شوية توري للعبيد أنك زادة حتى أنت تحب اللغات اللي هما يحبوا الكل ما يجيش تعلموا العربي والعربي زادة لازم تعرفوا خلي يدافع على روحه هنقول لكم حاجه قول لي حاجه انتم تحبوا انتم لازمكم تعلموا العربي شكون احنا هما هما يتعلموا العربي نحن نتعلموا الفرنسي باش نوليو نتفاهموا اي باه اي شو تحب تجاوب هاي في ساعه ونختم انا في ايكول فرونسيز دونك اوكي العربي نكته وكاي الفرنسي واضح جواب مقنع باه نحكيو شويه على نكمل نحكي لكم على الطبيخ هذا جورج كرام اي نحبه جورج عمك جورج اللي طلع لكم شيبس اللي انتم ما تحبوها احنا ما يهمناش احنا ناكلوا هو هو اخترعها هو عاش بين 1824 و 1914 معناها مازال عايش لا لا مات نورمالمون في 2020 نحن ها في 2020 مات مات انت علاش تعيط اكيد زعط ما عادش تعيط ما عادش تعيط احكي بشوية هو قال مات هو مات معناها احكي بشوية يا يوسف اي خلينا نحكيو شوية على الـ على الـ على الـ المعلومات نتاع سي سي جورج كيفاش طلع لكم شيبس انت راه باش نعاقبك راهو دبر راسك تزيد تعيط مرة أخرى نعاقبك مش كيبك عند أمك باهي هاي سيدي دونك قلنا كان يعانيو من العنصرية كانوا يعانيو من الراسيزم في أمريكا دونك ما دخلش يقرا ما دخلش يقرا ما كانت عنده موهبة في الطبخ في الطبخ كيما عندنا الشيف شكون مغروم كيما الشيف ريان مغروم بالطبخ شنو تحب تقول؟ يا يوسف اش بيك اليوم؟ كيفاش ينجم يتعلم الطبخ؟ أول حلقة هبط عليه العلم هكاك كيفاه مازال متعلم الطبخ؟ اي وهو ما قراش يظهر لي دخل فيه كنت الطبخ لا ما ينجمش خاطر في مرة سيزون هو قالك سمى الدنيا في الدنيا العباد يجربوا باش يعرفوا صحيح كيف يعني وزاد التوا الراسيزم الحكاية خاطر التوا الأكثرية نتاع رابوريت في أمريكا هو قصة نجاح هو ديجا سكسيس ستوري دونك خدم برشا خدم صياد خدم جيد توريستيك وبرشا خدم مخرين من بعد كي ولا طباخ تعرف ولا مشهور ونجح في حاجات
كبيرة. وكيفاش هو مرة من المرات باش نحكي لك، مرة من المرات تصبر شوي صبرا جميلا. كيفاه يخدم وهو ما فما غاسيزم؟ لا يخدم معناتها في ايوه راسيزم معناها يقتلوهم الكل. لا هما لازمهم يخدموا، هما يخدموا ليهم هما. اما يخدموا في خدم شوي منا شوي منا شوي منا باهي. دونك هيا ركزوا بربي خلينا نكمل لكم الجملتين شيحتوا لي ريقي خلينا نخرج بيوب والله العظيم ريقي. انت عاقله انت مليكه اليوم نسمة انت اليوم. اما عندي الحبايب يوسف اللي جاني يا معلم العياط اللي عنده فهمتوا العياط معلم ها معلم وعنده كاسيت ما عادش يجيبوا. كيفاش يقولوا لك في داركم قبيلك قلت لي في الاوف شنو يقولوا لك بوكوما بلا كاسيت بلا كاسيت بلا كاسيت حتى انا والله اذا كاش يقولوا لي حتى انا يقولوا لي هكا ديس كاسيت ولا قديش حتى انا يقولوا لي تبارك الله هاكم براين ديسكوتيك يقولوا لي بيع مسلسل وكاسيت اي نعملوا جروب ونعملوا جروب نتاعي ما مانيش باش كامل نحكي لكم انا تعرف بذي باش تعاقبوا عليه سي جورج كرام الجمعه الجايه لكلكم الجمعه الجايه تجيبوا لي معلومات على جورج كرام ها مش ريتو الورقه هذايا هاي لهنا باهي باش نحكي حتى شيء توا على جورج خاطر ما خليتونيش نكمل معلومات باهي توا كمل كمل الجمعه الجايه بالفلقه كل واحد يجيب لي على جورج كرام معلومات ونقل معلومات على مع الشيبس وكل واحد نقل معلومات ما عندي فكره عندي تيوريه عندك تيوريه هو مثلا بيتاغور هو مش بلاني حتى مثلا مانيش نعطيك المعلومات البطاطا حتى مش بلاني البطاطا اخي تقليد يا اخي ولات عم ماني باش نعطي حتى معلومه الجمعه الجايه جورج هذا عمك جورج تعطيني عليه معلومات شيرين انا جونتي عليه انا ما عملتش شيء وانا احسن جونتي تتمسكن انت تو قاعده باهي بيطان تفهموا يوسف شكون تفجع مازلت تعيط هكاك ريتك تعيط هكاك في التفجع ما عادش تعيط في الميكرو ها بلع مسجله اي سيدي شنو ما شكون يعرف فم الانسان؟ انا نعرف فمي نعرف انا كل واحد باش يسمي لي حاجه موجوده في فم الانسان. امي وليد امي وليد امي وليد خلينا نبداو بالبنات ما جاوبوش لا عاد ديما ديما قبيله البنات وتوا البنات لا ديما البنات عم الوليد صيد مخرج خرجني بيب الله يا والله تعبت لا ما نعمي لا تحب على استشارة طبية وإلا معلومة صحية تبعنا في الموسم الثاني من ألو إي أف أم سبيسيال سانتي كل يوم من الاثنين يتم الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لإي أف أم السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع رفيق بوشناق وبقية أرمادة الرافماغ البرنامج الصباحي الأول في تونس أصل الحكاية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب كالعادة موعد الأمل والتفاؤل مع مدام ليلي والجديد مفاجأة الموسم وجيه الجندوبي من 9:30 لنص نهار برشا ضحك وبرشا دمار على إيب انتم تسمعوا في غاتين كاري جينيور وليد زياد 5:47 دقيقة علي في محل الراديو مازلنا مواصلين معكم حتى للسبعة متاع العشية من راسين كاري جونيور شموسة شنوما الحاجات اللي نلقاهم في فم الإنسان نلقاو سنين الغب شفايف باه فرسان عمي وريد خلينا نبداو بالسنين شنوما أسماء نعرف كما كملت سويدة نعرف نعرف أسماء الأسنان ضرس نبداو بال لا لا عاد عم قول شنو اسمه من السنين انواع السنين شنو ما اسمه نقول واحد نقول واحده حتى بالدارجه ما يسالش الزرسه اي لي دون دو لي خليوها تجاوب خليوها تجاوب خليوها تجاوب لي دون دو لي الزرسه دون دو لي اي معناش دون دو لي ما يسالش اي الزرسه ال كومون سا سابيل اذا كومي من قديم ايش اسمه ال القواطة اسمهم القواطة عمي وليد فما واحد اسمع بطبيعتها شيرين راه ديما الساعة الثانية كي المازوط هي هيك هيك البنات الساعة الثانية نسامحكم الساعة ذي عمي وليد كيف هاي خليهم مهدوش هاي انا عندي واحد فما السنين الحليب سنين الحليب اي الحليب لي دونجي لي دونجي انا قلتهم سنين الحليب اللي نعرفهم نقولهم بي لا خليو مهدي يجاوب باي وسنين البهيم سنين البهيم ما تخليوش مهدي يجاوب
نعرف نقولهم قولهم الخواطع والازراس الازراس الازراس ما خاطر نقولوا الزرس يا ناري على مستقبل تونس الازراس القواطع والازراس والانيب قواطع والزرس الزرس صحيح قواطع والانيب درس قواطع انيب باي فما جهله لاغوش جهله اقولها بالعربي اما لا لا وشنو قلت انت من لون جهله شنو جهله ذي قرجومه فما في وسط الفم قرجومه جغلة فما الجرجومة فما سنين هاي شو اسمه سنين جغلة سنين شو اسمه سنين فما لي دون دو ليف زاد دون دو كيف شي عندكم الفرنسي ذوكم هذه مشكلة ثقافة نتاع ما نعيطوش فما لي دون دو بواسون دون دو بواسون زيدوا لي دون دو ليون لي دون دو غرينو هما فما أربع أنواع أي نسمعوا توا ما عندكمش المعلومات وما اسمعوا أنا على الأقل قلتهم أنا ثلاثة علاش تعيط توا قلت ثلاثة باهي توا باش تسمعوا الجواب ويزيو بلا حس وكل جواب ما تخلونيش نقول لكم عليه تجيو الجمعة الجاية وتعاودوا صحيح والله العظيم لما نقريكم القراية نتاع قبلي بالفرقة صحيح واش بتجيك صحيح سيد مخرج هاي سيدي هو فما أربعة أنواع عندنا القواطع اللي هما السنين القدامين تلقاهم من الفوق ومن اللوطه شنو نعملوا بهم القواطع؟ نقطعوا بهم اللحم الأرنب شنو تعمل الأرنب؟ هاي هاو شو سهل؟ نقطع الجزر نقطع الجزر صحيت الصيد شنو عنده الصيد؟ الأنيب شنو يعمل بهم؟ يقطع فريسة مزق بهم لتمزيق اللحم تمزيق الفريسة دونك يشد يفتفت وبعد يخبط يفتفت وبعد يخبطها به يخبطها بعد فما الضواحك الضواحك هما الضواحك اليوم الزروس هما الزروس اللونانيين الضواحك يا ربي اللي يظهر دوب ما تضحك يظهروا هما خلينا نكمل علاش هكا يا ربي باه من بعد فما راس مش الضوارس اللي قالها لي قبيلك الاضراس شكون قال الضوارس؟ قال الاضراس شو الصبه ديريكت قالها هاو هذا قال هذا وهذا قال هذا باهي دونك عندنا الاضراس دونك عندنا الضواحك الاضراس والانياب والقواطع القواطع دونك الضواحك والاضراس عندهم وظيفه شنو؟ العلوش كي يجتر يرجع الماكله شنو يعمل؟ يرد لا كي يجتر لا مش ما نقولوش يقطع لا 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 بشوي كي يجتر العلوش يقطع الحشيل ما يرجع القرد باش يعاود يمز مش يقطعها لا بالاضراس شنو يعمل يقدمهم يقدمهم يا الا مشوي الا مشوي الا مشوي يبلخهم لطحن ايوه لطحن الماكل هاي اللي نمشي شكون يعرف حيوان الكونغورو كونغورو كلي ينقز هاي وين يعيش كونغورو نعرف شيرين ما جاوبت شيرين وين صحيح جواب صحيح عندي معلوم الكونغورو تبدا ديما كي تولد تحط بالولده في كرشه حيوان أصيل من أستراليا فما أكثر من 63 مليون نوع متاع كونغورو فما الكبار برشا في الحجم يوصلوا حتى قديش من متر ترى شكون يعرف 3 قديش 8 متر 100 متر كونغورو 100 متر كونغورو 100 متر صح عليك ثلاثة نقول ثلاثة مترو ثلاثة مترو
8 متر كيكا 8 متر كونغورو 8 متر الراي ما قالك الكبير ماكسيموم تومي 12 متر ماكسيموم 12 متر برافو شيرينا ماكسيموم تاعو 12 متر دونك يوصل حتى 12 متر فما للحجم نتاعو صغير يتسمى الكنغر الجرد جرد اي جاي من جرد 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 اه اوكي تشوفوا فيه تو على الـ على الفيسبوك دونك فوالا اوكي هاوكا البيبي كيفاش يحطوا في الساك نتاعو الحيوان هذا عنده ذيل اللي يستعملوا كيما تريبي كيما ساق ثالثه يركز عليه وهو واقف والحاجه اللي تميزه انه الام تحط صغيرها في البوش نتاعها اللي قدامها بوش في كرشها برافو دونك الكنغر يعيش أكثر في أستراليا برافو راسين كاري جونيور طلعت شيرين عودة من الباب الكبير شيرين استيقظت المحاربة فقت شوية ها؟ عمي وليد علاش نتكلم بين لحظة خلنا نعطيكم الساعة توا انتم ما زلتوا معناها جدد في لازم تعرفش معناها ميكرو وش معناها قاعدة وش معناها أنا كرونيكور الكرونيكور كي نتكلموا زوز مع بعضنا واللي يسمع فيك تخيل انا نجي في وذنك انا وسيد المخرج نقول لك فرد كلمه باش تفهمنا احنا شنو قاعدين نقولوا دونك السادة المستمعين كي تتكلموا الكل مع بعضكم ما يفهموش شو نقول لك حاجه تو تدخلونا شويه في جغرافيا وفي تاريخ هذو مزوز لا ما تدخل جغرافيا وتاريخ عاد تو ما تدخلوش ما تدخلش تحبوا كوره اي 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 لا ما انتم لا باش نزيدكم لا سؤال في العال الحيوانات خلينا نكمل الحيوانات الساعة الأولى شنو يتسمى صوت الأسد شنو يتسمى صوت الأسد مهدي كيف يعيط يبدأ يعيط يعيط قول لي صوت الأسد يتسمى صوت الأسد صوت الأسد يتسمى صوت الأسد بحق كل معلم زئير 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 ولا زئير 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 وين جيت زئير زئير زائر زائر به شيرين رجسمون وين بالعربي ما نعرفش رجسمون مزال كي قلت يا لطيف صحيت هو بالسوري رجسمون وبالعربي الزائر مش زائر اي زائر زائر بلي انا قلت الزائر زائر تي زين الراي قلت زائر انت زائر قلت لك زائر قلت زائر ولا زائر 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 دونك زائر هو مش صوت الأسد بركة فما حيوانات أخرين نمر 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 عمي وليد نعطيك يا عمي وليد نعطيك بوندا الأسد عمي وليد خلينا نقولك الأسد واللبو أو النمر والفهد والبوبوتام البوبوتام يعمل زئير غينوسيروس هذاك الغينوسيروس يا يوسف غينوسيروس يعمل لغة علاش نعيطوا راهو كي نعيطوا مش معناها راهو فكينا الكلمة علاش حكيت يا حولي فريق باش خلينا نحكيو شوي على زئير الاسد هو مش صوت الاسد اكاو اما صوت لي في فيلان فيلان من نوع البونتيرا دونك والسبب انهم يخرجوا الصوت قوية كأنهم عندهم في مستوى الستركتور فوكال عندهم عظمة صغيرة تتسمى اس هيويد دونك العظمة هذه ماهيش يابسة دونك تعمل فيبراسيون كي تعمل فيبراسيون نتاع الصوت نوليو نسمعوا الزئير هذاك على ذاك كيف ما احنا ها كيف ما احنا نعيطوا اي باش تعملوا لي زئير تو معناها في السجو عمي وليد تو بعديك في ساعتين يسالنا على جغرافيا وتاريخ لا لا القطوس شنو تعمل قطوس معوق معوق علاش نعيط معوق 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 قطوس صحيت هاك تعرفوا تبارك الله نهز الدواء ها شيرين انا جيك تو انا جيك لي كنتي خاطر فما غنية تو باش نعملوا غنية ياي ياي مش غنية كاملة انا سبيسياليست غنية حطينا بالضبط اي اي وقتاش توفى عصور ما قبل التاريخ تفضل سيدي نعرفوا 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 لا مهدي الشباب عنده ساعة يقول لي التاريخ بعديك انا بعد انت انا نجيو وقتاش توفى عصور ما قبل التاريخ عام 1900 شنو دخل 1900 قبل الميلاد وقتاش توفى عصور ما قبل التاريخ قول يا قبل ما تظهر الكتاب صحيح قبل ما تظهر هي اسمها عصور ما قبل التاريخ هون سمعت واحد يقولوا انت جاي من
من قبل التاريخ قريناه في الحضارة خاطر ما فماش كتابة. فما شكون يمس في الميكرو بربي ما عادش تمس الميكرو. اه كامل حكينا شنو تعرف على عصور ما قبل التاريخ؟ نعرف هي وقت ظهور الكتابة اللي كانت الكتابة في 3000 سنة قبل الميلاد. الحضارة القبصية قبل القبصية كانوا يكتبوا على الحضارة القبصية اي تأسست قبل في عصور ما قبل التاريخ. اعطيني عصر من عصور قبل التاريخ. العصر الحي العصر الحجري. يلا الحجري باش نخرج ترتيحة مع الاخبار وما زلنا مواصلين في راسين كاري جونيور. راسين كاري جونيور